الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي من الصحابة الكرام الفاروق، سماه بالاسم ده نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه فرق بين الحق والباطل. لو عايز تفهم معناها، تخيل الصحابة يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في السر وبعيد عن أعين الناس لدراسة القرآن، وبعد إسلام عمر رضي الله عنه يخرج الموحدون جهارا للصلاة عند الكعبة ولا يتعرض لهم أحد بالسوء، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. كن عمر في الحق، لا تخشى غير الله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين بأمثال عمر. كانت حياته زاخرة بالدروس والعبر، وكان كلامه مثل الدرر. من أقوال سيدنا عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر كريم. لا تنظروا إلى صيام أحد ولا إلى صلاته، ولكن انظروا من إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا هم بالمعصية ورع. لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة. ما وجد أحد في نفسه كبرا إلا من مهان. أفضل الزهد إخفاء الزهد. لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. ما ندمت على سكوتي مرة، لكنني ندمت على الكلام مرارا. أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي. وأخيرا، لا عمل لمن لا نية له. رضي الله عن الفاروق عمر بن الخطاب وأرضاه، وجمعنا به في الفردوس الأعلى برحمته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعونا الآن نتأمل الحديث الشريف. بأكد لحضرتك إن الحديث ده قاعدة من قواعد الإسلام الثابتة وأصل من أصول الشريعة، لدرجة إن الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو داود وغيرهم اتفقوا على إنه ثلث العلم. فسر بكده الإمام البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه. أي عمل بنعمله بيكون ليه دافع داخلي اللي هو النية، وعلى أساسها بنقوم بالعمل. ممكن عمل واحد نية ترفع من شأنه، ونفس العمل نية تحبط أجره. ممكن تعمل عمل بسيط بنية عظيمة فتؤجر، زي إنك تساعد جارك، تتبرع بالدم لشخص بمستشفى، تمسح على رأس يتيم. وممكن تعمل عمل عظيم بنية تخسف به الأرض، زي إنك تحفظ القرآن عشان يتقال عليك قارئ للقرآن، أو تنقذ غريق عشان يتقال عليك شجاع. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضلك تأمل الحديث الشريف واستوعبه كويس علشان تقدر تستفيد منه. عندنا قاعدة بتقول إن هي الصالحة تحول المبيحات إلى طاعات. مباح زي النوم والمذاكرة وشغل البيت وممارسة الرياضة، إزاي أقدر أحول كل الأعمال دي لطاعة تزود رصيد حسناتي؟ النوم مثلا هيكون بنية الاستعانة على قيام الليل وصلاة الفجر والعمل وكسب الرزق، وبكده بقى النوم طاعة. المذاكرة هتكون بنية إنه من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله به طريقا للجنة، وإني أكون قدوة حسنة للمسلمين وأكون ناجح ومتفوق علشان أثبت إن المسلم مثقف وفاهم مش متخلف.
شغل البيت هيكون بنية ان النظافة من الايمان، وان الاسلام امرنا بالاتقان، ممارسة الرياضة هتكون بنية استغلال الوقت وتقوية البدن، لان المؤمن القوي خير واحب من المؤمن الضعيف. تربية الولاد هتكون بنية عايز اولادي يكونوا قدوة وسبب لنصر الاسلام والمسلمين. وبكده نقدر نحول كل عادة بالنية لطاعة تزيد حساب حسناتنا. بعض الدروس والعبر من حديث إنما الأعمال بالنيات. جدد نيتك في كل عمل بتقوم بيه، حول بالنية المباح لطاعة. ربك رب قلوب معناها ربنا بيحاسب على النية. علم أولادك ياخدوا من وقتهم دقيقة واحدة قبل الأكل والمذاكرة واللعب لتجديد النية. عمل بلا نية خسارة كبيرة ليك، تقدر تعوض اللي فاتك بنية صالحة. كتر النوايا على قد ما تقدر، وما تنساش سيدنا عمر لما قال لا عمل لمن لا نية له. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، واتمنى ان شاء الله تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو، وياريت لو تزوروا صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.